جئناكم اليوم لنقول لكم عيد ميلاد سعيد وسنة سعيدة للشعب الأرمني في كل مكان وبالذات الأرمن الفلسطينيين الذين هم جزء من الشعب الفلسطيني. نحييكم ونعتبر أن هذا العيد هو عيدنا أيضا، عيد الميلاد، عيد ميلاد سيدنا المسيح رسول الإنسانية والسلام. ونرجو الله تعالى أن يكون العام القادم عام سلام في الأرض المقدسة لجميع شعوب هذه الأرض، أي أن تقوم هناك الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. ونحن نقول هذا بملء الفاء، نريد أن نعيش حياة سلام واستقرار مع جيراننا الإسرائيليين، وعندما تقوم الدولة الفلسطينية سيكون هناك سلام ليس بين فلسطين وإسرائيل، وإنما بين إسرائيل وجميع الدول العربية والإسلامية حسب خطة خارطة الطريق. من هذا المنطلق ندعو جيراننا أن لا يفوتوا هذه الفرصة، أن لا يضيعوا هذه الفرصة لكي نصل معهم إلى سلام. نحن من جهتنا نناضل بالطرق الدبلوماسية وبالطرق القانونية، وأما الشعب هنا فيناضل من خلال المقاومة الشعبية السلمية بلا عنف بلا قوة. نريد أن نبعث رسالة أولاً لجيراننا وثانياً لكل دول العالم أننا أصحاب حق، نريد أن نحصل على هذا الحق، وأملنا كبير أن نحصل عليه في عام 2013، وأن يكون هذا العام عاماً مباركاً للمنطقة ولكل شعوب المنطقة ولكل الطوائف في المنطقة، وأخص بالذكر إخواننا أشقاءنا الأرمن في فلسطين والأرمن في كل أنحاء العالم. وهنا لا بد لي أن أقول بمنتهى الفخر والاعتزاز أننا عندما حصلنا على 138 صوتاً في الأمم المتحدة كانت أرمينيا أول الدول التي صوتت. هذا التعاطف السياسي الدبلوماسي الإنساني العفوي بين الشعب الأرميني في أرمينيا وبين الشعب الفلسطيني أمر نعتز به ونفتخر، ولذلك نحن باسم الشعب الفلسطيني نرجو أن تنقلوا شكرنا وتقديرنا واحترامنا لحكومة الجمهورية الأرمينية التي صوتت معنا في الوقت الذي تخلف الكثيرون عن التصويت معنا، ولكن أرمينيا كانت في المقدمة، ولذلك كل الشكر والتقدير والاحترام لها. أقول هذا ونحن الآن حصلنا كما تفضل سيدنا على شهادة ميلاد الدولة، بقي أن تكبر هذه الدولة، بقي أن تتجسد هذه الدولة على أرض الواقع. هي موجودة ولكن تحتاج أول ما تحتاج إلى أن يتفهم جيراننا بأننا شعب تحت الاحتلال، وأنه لا بد أن ينهي الاحتلال وينهي المظالم التي تقع على الشعب الفلسطيني ليعيش العالم كله بأمن واستقرار وسلام. والسلام عليكم.